في وقت لاحق قالت الفنانة مايان السيد إنها استقبلت خبر مشاركتها في حكاية حلم حياتي من مسلسل إلا أنا، وكانت وقتها متواجدة داخل سيارة مع صديقتها ندى، ووافقت فورا لأنها تحب قصص إلا أنا وكانت من أشد متابعي حكايات هذا المسلسل. وأضافت مايان: شعرت بالخوف والمسؤولية جدا، وبدأت في تجهيز وتحضير الشخصية فترة طويلة مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، وذهبنا سويا إلى مراكز تخاطب.